أهلا بكم إلى تفاصيل. خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء اليوم، وقعت مشادات كلامية بين بعض النواب تخللها اشتباك بالأيدي وتبادل الشتائم بين عدد منهم. وبدأت المشادة بعد أن هاجم خوري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ما أثار غضب نواب الإصلاح خصوصا النائبين تامر بينو وأحمد الرقب قبل أن ينسحب أعضاء الكتلة كاملة من الجلسة. وقال خوري إن حلفاء الأردن الأمريكان وغيرهم هم من أحضروا الرئيس محمد مرسي ومنحوه المليارات، متسائلا في الوقت ذاته عن سكوت هؤلاء الحلفاء عما تشهده المملكة من أزمة اقتصادية خانقة. وقطع النائب الرقب وزميله عبد الله العكايلي خوري اعتراضا على هجومه على مرسي متهمينه بإهانة الإسلام، قبل أن يرد رئيس المجلس عاطف الطرون على الرقب بالقول بأن خوري هاجم رئيس دولة وليس خليفة للمسلمين. وحاول النائب تامر بينو التهجم على خوري ليتم إخراجه من المجلس قبل أن يوافق الأخير على طلب الطرون تحويل بينو إلى لجنة السلوك النيابية والتصويت على منعه من حضور 7 جلسات قادمة. وكان نواب انتقدوا قول خوري إن الأردن يحمي حدود الجوار السعودية والحدود الإسرائيلية، ما أدى إلى رفض هذه العبارة من قبل النائب عبد الله عبيدات قبل أن يشطبها رئيس المجلس، حيث قال عبيدات إن قواتنا لا تحمي حدود إسرائيل. السياسي يسر مالك عليك.
لابد من احترام النظام ان يحول على لائحه السلوك الان وان تبحث عن النظام الناسب. ما تامل شكرا لك. اذا الذي يلي رياض معزان تفضل يا عبد معالي الرئيس. ورد كلام الزميل طارق خوبي بان جيشنا يحمي حدود العدو. جيشنا يحمي حدودنا وخسائر العدو الذي يحمي جيشنا. كان مجلس النواب عقد جلسة صباحية واصل خلالها مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة للسنة الحالية، حيث انتقد غالبية النواب مشروعي القانونين اللذين يعتبرهما بمثابة تكرار للسنوات السابقة ويضيفان المزيد من العجز على ميزانية الدولة. عندما نستعرض تركيبة الموازنة العامة لعام 2017 نلاحظ دون عناء أنها موازنة صعبة جاءت في ظروف صعبة تحيط في المنطقة، مما يتطلب منا عملا وجهدا استثنائيا للخروج منها بأفضل النتائج. لقد تعهدت الحكومة بتحسين ظروف المواطن الاقتصادية والاهتمام بالعدالة الاجتماعية، ولقد منحنا ثقتنا لهذه الحكومة بناء على تلك الوعود التي تعهدتم بها من على هذا المنبر الحر. وعليه فإن على الحكومة النظر في وضع برنامج تنموي واستراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات بجميع القطاعات، ووضع مشروع استراتيجي لمدة زمنية محددة لكل محافظة. عليكم يا دولة الرئيس أن تبتعدوا عن قرار رفع الأسعار والبحث عن بدائل تحقق كرامة العيش للمواطن الذي تحمل أصعب الظروف إكراما لوطنه. وقد أرهق المواطن كثرة الحديث عن رفع الأسعار ورفع الضرائب وإجراءات ولدت الخوف. دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة نحن وإياكم نتفلى، والمواطن المسحوق يتقلى أي يتقلى بمقلاة زيت. نحن وإياكم نتبطر والمواطن يتفطر. الحذر الحذر من الاقتراب من جيب من لا جيب له. أتعلمين لماذا؟ لأن المواطن المسحوق لم يعد يمتلك جيوباً. نفذت مكافحة المخدرات سلسلة من المداهمات شرق عمان والبادية الوسطى، ألقت خلالها القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، إضافة إلى أسلحة وعتاد ومجموعة من المركبات المسروقة وغير المسجلة. في التفاصيل ذكرت إدارة الإعلام الأمني أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات باشروا بجمع المعلومات ورصد ومراقبة عدد من المشتبه بهم في قضايا الإتجار وترويج المواد المخدرة ممن يقطنون في إحدى مناطق شرق عمان، للتأكد من ممارستهم لتلك النشاطات الجرمية والقبض عليهم وما بحوزتهم من مواد مخدرة. وأضافت الإدارة أنه تم تحديد 9 منازل يستخدمها أولئك الأشخاص المشتبه بهم بترويج وحيازة المواد المخدرة، وجرت مداهمتها جميعا من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وألقي القبض داخل تلك المنازل على 12 شخصا. أنباء متضاربة حول عطلة معلمي المدارس الخاصة بين الفصلين الدراسيين أثارت العديد من التساؤلات حول صحة هذا الخبر ومدى القدرة على تطبيقه وملائمته للقوانين والأنظمة بما يضمن حق المعلم. في التقرير التالي نطلع أكثر على هذه القضية ونجيب عن هذه الاستفسارات. تضاربت الأنباء قبل أيام حول إجازة معلمي المدارس الخاصة بين الفصلين، وفي هذا الصدد توجهنا لنقابة أصحاب المدارس الخاصة لياتي التوضيح على لسان نقيبها منذر الصوراني بأن معلمي المدارس الخاصة ووفقا للقانون لا عطلة رسمية لهم بين الفصلين، وإنما لهم الحق في الحصول على إجازة سنوية بحسب القانون. إحنا بالقانون عمال حسب نص القانون، لذلك العامل له إجازة 14 يوم وحقه يأخذها ومدفوعة الراتب. لا عطلة للمعلم سواء كان بالحكومة أو بالخاصة أثناء العطل، لا عطلة. والقانون حدد الإجازة، والقانون والعقد العمل حدد الإجازة أنه العامل يتمتع بإجازته
حسب التقييم المدرسي لوزارة التربية والتعليم. مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمين جدفات أكد بدوره أن نظام العمل في المدارس الخاصة يأتي وفقا لعقد العمل المبرم بين المعلم والمدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة لا علاقة لها في هذه القضية. هذا محكوم بعقد موحد، ويستطيع المعلم اللجوء إلى وزارة العمل في حال حدوث أي مشكلات. إحنا يعني بالتعليم العام نظام الخدمة المدنية هو الذي يحكم هذه القضايا والتعليمات. إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بهذا الأمر. نقابة المعلمين والتي أصدرت بيانا قبل أيام حذرت فيه المعلمين العاملين في القطاع الخاص من توقيع أي نماذج إجازة بين الفصلين، لم تختلف على أن المعلمين في القطاع الخاص يخضعون لقانون العمل وليس لنظام الخدمة المدنية. طالما كلنا نخضع لقانون العمل والعمال ليست هناك مشكلة في أن يوقع المعلم إجازة لمدة 14 يوم، هو يحفظ حقه لأنه من حقه أن يأخذ إجازة في السنوية. إذا كان في مصلحة للمدرسة إنه المعلم يداوم خلال إجازة الشتاء أو إجازة الصيف لعمل ما في المدرسة، من حق صاحب المدرسة إنه يلزمه بهذا العمل. إذا كان رايح بس مشان يقعد مثلا، فأنا بدعو أصحاب المدارس إنه وفروا المي ووفروا الكهرباء وخلوا الناس تروح لبيوتها عند أولادها بهالدفى. إذن معلمو المدارس الخاصة يخضعون لقانون العمل خلافا لمعلمي المدارس الحكومية الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي فإن لمالك المدرسة الخاصة أن يطلب من المعلمين أن يلتزموا بالدوام خلال أيام العطلة الشتوية والصيفية، وللمعلم أن يحصل على إجازته السنوية المنصوص عليها بالقانون بالاتفاق مع مالك المدرسة على أن يتم تحديدها في بداية كل عام بحسب عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة. أمين سليم، رؤيا. أصدرت محكمة صلح حقوق الزرقاء قرارا يقضي بإزالة المنشآت التي أقيمت على نحو 28 دونما من أصل 255 دونما في حي جناعة بالزرقاء. تفاصيل هذه القضية في التقرير التالي. نحو 700 أسرة تقطن في حي جناعة أقدم أحياء مدينة الزرقاء باتت مهددة بالترحيل عقب صدور أول حكم قضائي في إحدى دعاوى الإخلاء يقضي بإزالة المنشآت وتسليم الأراضي المقامة عليها خالية، علاوة على دفع تعويضات مالية بدل أجر المثل عن 3 سنوات ورسوم وأتعاب المحاماة. فقد وجهت المحكمة ل3000 شخص إنذارات عدلية تقتضي إخلاء منازلهم خلال أسبوع وإزالة أي تعد مقام على أرض المالك، لأن هذه الأراضي غير مباعة لهم وبالتالي هي ليست من حقهم. كان القرار عبارة عن خبر صاعق، ما كنا نتوقع أن يصدر هالقرار بهالسرعة الكبيرة جدا من محكمة صلح الزرقاء، لأن القضية ما إلها بجوز أقل من سنة. القضية يعني أساسها من قبل أكثر من 60 عام. الناس تفاجأوا من هذا القرار، بيحكوا يعني وين نروح، يعني طالما إحنا في هذا الوطن، يعني على الزعتري مثلا يعني إحنا موجودين في هذا البلد يطلع علينا قرار بإخلاء. صحيح الكل تفاجأ، صغير جناعة وكبير جناعة تفاجأ بهذا القرار وإخلاؤه، أين سنذهب؟ أهالي جناعة اعترضوا من جهتهم على القرار القضائي الصادر بحق بعض العائلات، وقالوا إنهم سيصعدون إجراءاتهم من خلال تنفيذ اعتصامات ومخاطبة نواب للضغط على الحكومة لإنصافهم على حد قولهم. في ناس معها يعني شهادات، معها إثباتات إنها ملكية في الأرض، وفي ناس ما معها. ندفع مسقفات وندفع مجال وندفع مية وضرائب وكل إشي. طيب يعني إذا هذا شغلة مية قانونية، يعني ليش هالستين سنة صبروا علينا؟ تعود قضية أراضي الحي إلى العام الماضي بعد أن وجه أحد ورثة مالك الأرض إنذارات بالإخلاء للمنازل المقامة على 28 دنوماً من أصل 255 دنوماً هي مجموع أراضي الحي. في الشأن الفلسطيني، شيع أهالي بلدة تقوع في محافظة بيت لحم جثمان الشهيد الفتى قصي العمور 17 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة، وكانت سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد قبل أن تفرج عنه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
تفاصيل أوفى في هذا التقرير. ماذا ترك لنا الاحتلال لنحلم؟ وهو الذي اغتال حلم شبل كانت أكبر أمنياته نتيجة الثانوية العامة ودراسة الهندسة، لتنطلق رصاصات من فوهة قناص إسرائيلي حاملة معها الموت لصدر قصي، وملخصة ظلم هذا الاحتلال وانتهاكه للطفولة، ليضحي مهندس المستقبل شهيدا واجه الرصاص بالحجر، فلا هو خاف جبروت ما يسمى بالجيش الذي لا يقهر، ولا الحجر سقط من يد الطفولة الحالمة. آخر مرة جاني امبارح وقال يما بدي اروح اسجل في الدورة، قلت له روح الله معك، بده مهندس بده يسافر على فرنسا، بده شو ما بده، انا داري خلص الحين اللي بده ياخذ الشهادة وراح. لقيت غربة مبعدين الناس عنا، لا حدا مقرب عليه، وبجرجروا فيه ومصفينا وهو محل، ولا خلوا حدا يسعفوه. وبعدين ايش بعد ما توفى وقع حمله حبيبي شهيده، بس احتسب عند الله شهيد ان شاء الله انه بتقبلنا مع الشهداء. قصي ورفع راسنا ورفع راس امه، هذه ارضنا بدنا نضحي، اذا ما ضحيناش احنا باولادنا وكل اولادنا في دا فلسطين والاقصى، وراح نحررها ان شاء الله، راح تتحرر وترجع فلسطين. لم يكتف الاحتلال بإعدام قصي دون ذنب إلا حلمه بالحرية، بل تكالب بتطرفه على الأعراف الدولية واخترق القانون الإنساني بواسطة جنوده الذين هاجموا قصي بعد الإصابة واعتدوا على الشبل الجريح بهمجية ونكلوا بجسده النحيل واحتجزوا الجثمان برهة من الزمن، كل هذا أمام عدسات الكاميرات وعلى مرأى العالم أجمع. ما جرى هو جريمة قتل متعمد وإعدام ميداني خارج نطاق القانون، هذه جريمة مخالفة للقانون الدولي ومخالفة أيضا للمعايير الدولية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، وخاصة أن الشهيد قصي الطفل الذي تحميه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل تم انتهاكها من قبل الاحتلال، وهو لا يشكل خطر حقيقي على حياة الجنود استنادا إلى المعايير الدولية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، حيث أنه كان يحمل حجر، بالتالي لا داعي لإطلاق هذا الكم من الرصاص واستهدافه وقتله. جريمة جديدة تضاف لسجل حافل بالجرائم في كل شبر من الأرض الفلسطينية على طول امتدادها، ومن جديد الصورة توثق الانتهاك، على العالم ينتبه لفلسطين التي شيعت اليوم شبلها قصي الذي يمثل حلم الحرية واغتيل على أرض السلام في مدينة السلام. من بلدة تقوع جنوب بيت لحم المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤي. أهلا من جديد. وبعد 16 يوما من تنفيذه الهجوم الإرهابي في مطعم رينا وسط اسطنبول، تمكنت فرق مكافحة الإرهاب التركية بالتعاون مع أجهزة استخبارية من إلقاء القبض على المسلح الذي نفذ الهجوم ليلة رأس السنة وقتل فيه 39 شخصا بينهم أردنيان، وجرح أكثر من 65 آخرين. التفاصيل في هذا التقرير. بعد نحو 16 يوما من تنفيذه هجوما مسلحا استهدف احتفالا برأس السنة في مدينة اسطنبول وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى وهروبه من قبضة الأمن، ها هي فرق مكافحة الإرهاب التركية بالتعاون مع جهاز المخابرات MIT تلقي القبض على منفذ الهجوم. إلقاء القبض على الإرهابي جاء عقب التوصل إلى معلومات تشير إلى أنه يقيم في شقة مفروشة في حي سينيورت في اسطنبول مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، وفور تلقي بلاغ ساعة الصفر داهمت الفرق الشقة وألقت القبض على الإرهابي ورجل آخر قرقيزي الأصل يملك الشقة التي أقام فيها الإرهابي، كما ألقت القبض على عشرات آخرين بينهم 3 نساء. محافظ اسطنبول أشار إلى أن عملية القبض على منفذ الهجوم شارك فيها 2000 شرطي وشهدت مراجعة مشاهد مسجلة بلغت مدتها نحو 7000 ساعة، مؤكدا أن منفذ الاعتداء أوزبكي يدعى عبد القادر مشاريبوف وينتمي إلى عصابة داعش الإرهابية، وكان دخل تركيا بشكل غير قانوني من الحدود الشرقية، وهو من مواليد العام 1983. وفي جولتنا حول العالم مزيد من الأخبار، منها قتلى وجرحى في هجوم على حاجز أمني في مصر، والسلطات الماليزية توقف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة منذ 3 أعوام.
قتل 6 من رجال الأمن وأصيب آخرون إثر هجوم مسلح نفذته عناصر إرهابية على حاجز أمني بمحافظة الوادي الجديد جنوبي مصر. وأكد مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية المصرية عن سقوط عدد من أفراد العصابة عقبت عمليات مطاردة للعناصر المسلحة. قتل وأصيب عدد من المدنيين بعد إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا على 3 منازل في مديرية مقبنة في تعز جنوبي اليمن. وبحسب مصادر أمنية فقد أطلق الصاروخ من موقع المتمردين شمال شرق معسكر أبو موسى الأشعري في محافظة الحديدة. كشف تقرير حديث لمركز المخابرات في الاتحاد الأوروبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان ينوي القيام بعملية تطهير لقوى معارضة داخل مؤسسة الجيش قبل أن يتعرض لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016. وبحسب ما ورد في التقرير فإن محاولة الانقلاب دبرها معارضون للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية داخل مؤسسة الجيش، خلافا لما تواردته الرواية الرسمية التركية باتهام فتح الله جولن بتدبير محاولة الانقلاب من منفاه. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده توجهت بدعوة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمشاركة في محادثات السلام السورية في أستانا، متأملا أن يتمكنوا من إيقاف النار على الأراضي السورية على أن تكثف الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة جهودها في مكافحة الإرهاب على عكس إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما على حد وصفه. قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرين في هجوم مسلح على مهرجان موسيقي في منتجع بلايا دي كارمن، حيث فتح المسلح النار على الجموع خلال المهرجان وأصاب 3 من عناصر الأجهزة الأمنية، في حين أكدت السلطات أن منفذا واحدا قام بهذا الهجوم. توقفت ماليزيا وأستراليا والصين عن القيام بعمليات البحث عن الطائرة الماليزية في المياه العميقة التي سقطت فيها قبل 3 أعوام، وصدر بيان مشترك عن هذه الدول أعربت فيه عن تعذر جميع محاولات البحث باستخدام كافة الوسائل العلمية المتاحة للتوصل لمكان الطائرة في ظل إنفاق أكثر من 135,700,000 دولار على عمليات البحث المستمرة منذ سقوط الطائرة. وتاليا جولة نستعرض فيها أبرز الفعاليات والأنشطة المحلية التي شهدتها المحافظات الأردنية. عقد مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي اجتماعا في محافظة عجلون بعد جولة قام خلالها بتفقد واقع خدمات نقل الركاب في المحافظة وأوضاع مجمع السفريات وتردد مختلف المسارات التي تربط عجلون بالمحافظات والبلدات والقرى المجاورة. وشدد اللوزي على أهمية تنفيذ المزيد من الحملات الأمنية التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة السيارات الخصوصية العاملة بالأجرة وإلزام جميع المركبات والحافلات العمومية العاملة على نقل الركاب من وإلى محافظة عجلون بالوصول إلى مجمع الباصات وتعاون الجهات الحكومية المعنية لإعداد خطة مرورية شاملة تراعي واقع البنية التحتية المتردي في محافظة عجلون. من أجل أن يكون في نقل عام يليق في مواطنينا، اليوم احنا اثناء الزيارة وجدت كثير من ملاحظاتنا على النقل العام في محافظة عجلون، وخاصة يجب ان يكون هناك اهتمام كبير في البنية التحتية للقطاع النقل، منها الشوارع، المسارات الجديدة، الخطوط المغذية لهذه المسارات الرئيسية، من أجل أن يكون هنالك تقييم كامل وشامل. نفذ برنامج أنا أشارك مجتمعي التابع للمعهد الديمقراطي الوطني وبالتعاون مع بلدية رحاب ومجموعة من المتطوعين داخل قضاء رحاب بمحافظة المفرق مبادرة جنة التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الإيجابية وتفعيل دور الشراكة بين البلديات والمجتمع المحلي، وذلك من خلال استثمار طاقات الشباب وتفعيل دورهم داخل المجتمعات المحلية.
وعملت المبادرة على إعادة تأهيل حديقة بلدية رحاب وزراعة 400 شجرة وترميم الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 دونمات وإعادة تأهيلها واستصلاحها من ألعاب وممرات لخدمة أهالي المنطقة. احنا كبلدية كأننا دور فاعل في أكثر من مبادرة مع أكثر من منظمة، لكن دور المعهد الوطني الديمقراطي خلينا نقول هو كان دور بارز جدا وفاعل، تقوية الشراكة بيننا وبين المجتمع المحلي ومع الشباب المتطوعين لهذا الحكي. فكان لنا أكثر من مبادرة، كان مبادرة نظافة، كان مبادرة للسياحة، كان مبادرة إن بحدائق في مواقع أخرى. شرفنا اليوم في قضاء رحاب بتنفيذ مبادرة من المعهد الديمقراطي الوطني الـ NDI والتي تم الإطلاق عليها اسم مبادرة الجنة، وهي إعادة تأهيل لحديقة رحاب بني حسن. كما ندعو جميع المنظمات الدولية الفاعلة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية الاطلاع على أوضاع محافظة المفرق بشكل عام. تهدف المبادرة هاي لتفعيل دور الشراكة بين البلديات والشباب داخل المناطق اللي هي شوية بعيدة عن المركز، والهدف الثاني إلها ترسيخ مفهوم المواطنة داخل المجتمعات، من حيث أنه لما نزرع أو نعيد مساحة آمنة ونعيد تأهيل مساحة آمنة، هذا كل الحكي يزيد من الانتماء والولاء للأرض والبقعة والقيادة. في خبر مختلف، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وفاة رائد الفضاء الأمريكي يوجين سيرنان، آخر إنسان مشى على سطح القمر. رحل عن عالمنا بعد أن وطأت قدماه مكانا من النادر أن يكون موطئ قدم لإنسان. الأمريكي يوجين سيرنان آخر إنسان مشى على سطح القمر، توفي عن عمر يناهز 82 عاما. سيرنان كان قائد بعثة مركبة أبولو 17 عام 1972، ثالث رحلة فضائية له وآخر رحلة أمريكية مأهولة إلى القمر. رائد الفضاء الراحل قال خلال الاحتفال بالذكرى 40 لوصول الإنسان إلى القمر: إن علينا العودة إلى القمر وتعلم المزيد والاستعداد للذهاب إلى المريخ، لأن الهدف الأساسي هو المريخ. يوجين سيرنان رحل عن العالم، لكن التاريخ البشري سيذكر دائما أين وطأت قدماه. والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق.